اولا الحكمه هي عقليه، ثاني تا ديسبري، هي مكاينش، هي عقليه. ملي تنقولوا ربط المسؤوليه بالمحاسبه، قبيله تكلمت على المؤسسات، اذن هاد المؤسسات واش تدير شغلها ولا ما كدير شغلها. البارح تنقرا مثلا في شريده معينه على انه في البرلمان رئيسة المجلس الاعلى للحسابات حال 22، وتتقول بان هي حال 22 او 23 ملف على النيابة العامة، والنيابة العامة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن. هذا إذن فين هي المسؤولية ديال من؟ غنبقاو دائما في هذا الخطاب ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشكل كبير هذا. إلا جوني عاوتاني نحاسبوا كل شيء، راه غنبقاو شي 60 واحد تندورو هنايا في هذا الدرب هذا. إذن هي ان بروسيسوس دو ماتوراسيون، هذا لو بروسيسوس دو ماتوراسيون خصو وقت كبير باش نكونوا، ولكن يجب على الحكومه ان تتدخل، يعني اولا باش ما يكونش المال والسياسه، هذه مساله اولى، لان ما يفسد السياسه هو المال، وهذا الشيء عنده انعكاس على التعليم. باش ما نبقاوش اليوم تنقراو في الجرائد على ان وزير التربيه الوطنيه كاين زلزال، يا واد الزلزال دائما نبقاو نسمعوه حنايا. شكون اللي غياخذ القرار؟ شكون اللي عنده الجراه باش ياخذ هذا القرار باش يحيل هاد الملفات؟ دائما كاينه قرنه البراءه، حنا ما تنقولوش هذا ولا فلان ولا، ولكن اليوم كاين اشياء اللي هي بسيطه جدا، وهي انه هاد المؤسسات ديال الرقابه تتحرك. وهذا الشيء ما فيهش، اليوم كاين مجهود ان تقريبا 40 برلماني اللي تحكم بالسجن، اللي تحكم بالسجن وخصو يرد الفلوس. علاش اللي هذا الشيء ما نعمموه شيء؟ ولكن تدريجيا بطبيعه الحال. اليوم ممكن نقول على انه كاين مديرين جهويين او لا اقليميين ليسوا في المستوى، وانا اصدر هذا الحكم لانني 40 سنه قضيتها في كليه علوم التربيه، لان ما يمكنش تكون استاذ ممتاز وممكن نقر بهذا انك استاذ ممتاز ولكن التدبير رمينا بوحدها. راه ممكن انك تخطا في الحساب او في المنهجيه ديال واحد المارشي معين ماشي عن قصد، ولكن باغ ان كومبيتونس. اذا هاد الاشياء هادي كتجعل اننا دائما نبقاو في الخطاب ربط المسؤوليه بالمحاسبه. هاد الحكمه اللي كنتكلموا عليها، غنعطيك مثال، استاذ داخل الفصل تيخدم غير مع المجتهدين، إذن فين هي المسؤولية؟ فين هي لونجاجمون لامبليكاسيون؟ ناخذ مثال، أستاذ الرياضة عنده حصة ديال ساعتين، تيدخل تيعطي الكرة للتلاميذ إذن وتيخليهم، إذن فين هي المسؤولية؟ راه ما نبقاوش نقولوا المسؤولية هي الحكومة هي الوزارة، راه المسؤولية من الفوق لتحت ومن التحت للفوق. تنجيو مثلا مدير مؤسسه ما تيبغيش يستقبل الاباء او الامهات ديال التلاميذ، اذا واش هذه هي المسؤوليه؟ راه ما نبقاوش دائما نربطوا الحكمه فقط بواحد الجانب سياسي معين. راه هي سلوك، هي اخلاق، هي معامله، هي نضج، هي مواطنه. هاد المسائل كلها وبطبيعة الحال الحكمة جزء فقط من عدة مدخلات اللي شاروا لها الأساتذة بالنسبة للنسق التعليمي. فنحن اليوم ما أحوجنا، وأنا أقولها وهذه وجهة نظري، لتسريع وتيرة المحاسبة، لأن الثقة اللي تكلم عليها الأستاذ غترجع
وقلت لي غنبدا نسرعوا هذه المحاسبه هذه. اليوم عندنا نقاش الدائر، يعني دائما يحاسب الوزير، انا احاسب نفسي اولا، واحاسب زميلي، واحاسب الاباء، ومن بعد عندي الحق ديك الساعه نحاسب غنعطي واحد المستملحه، ولكن هي في الواقع كاينه. اليوم المتعاقدين، وحنا كنعرفوا بعض المستوى ديال بعض المتعاقدين من الكليات اللي تيكونوا الاساتذه تنصيفطوا لهم انهم هما اللي غي يدربوا الاساتذه اللي هما كيتكونوا اليوم. إذن تعلق غريق بغريق، هذه أشياء بطبيعة الحال يجب أن ننظر إليها، تتبان أشياء بسيطة، ولكن هذاك الأستاذ اللي غيتكون عند هذاك المتعاقد راه عنده أجيال من هنا الأمام، وهذا مشكل كبير. إذن اللي بغيت نقول بكل صدق، أولا تسريع وتيرة المحاسبة هي الأولى، ثانيا العقاب والحساب طبيعة الحال، المال والسلطة نحيدهم باش نكونوا واضحين. اليوم ما أحوجنا إلى أناس اللي هما قدوة، كانوا في المجتمع، كانوا أساتذة، كانوا إداريين، كانوا آباء إلى آخره. فهاد ملي كنتكلموا على الجودة اللي جلوبال، إن كاين الجودة عند التلميذ، كاين الجودة في التدبير، كاين الجودة في الحكمة، كاين الجودة، يعني لا كاليتي إلي جلوبال. أستاذ تكلم وأنا أختلف معاه شيئا ما، تكلم على أن القانون الإطار فيه مسألة ديال الجودة، ولكن هذه الجودة فينا هو المعايير اللي تكلم عليها الأستاذ. حنا غنمشيو للقانون الإطار متفقين، وكل شيء ملزم أنه يمشي بالقانون الإطار، ولكن القانون الإطار في عدة جوانب اللي هي ملي تيتكلم قانون الإطار على الجودة، إذن فين هي هاد المعايير ديال الجودة؟ فين معايير جودة الحكمة؟ فين معايير جودة التدبير؟ نحن مع القانون الإطار متفقين، ولكن القانون الإطار يجب أن نبلور نقطة بنقطة في أشياء أخرى اللي غتعطينا التفعيل، واللي غتعطينا هو الاختلاف ورحمة. أنا لا أختلف معاه في يعني في الجوهر، وستتكلم على 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 الجودة وعلى القانون الإطار، بأن الجودة كاينة في قانون الإطار، ولكن اليوم عمليا حتى حد ما يمكن له يقيس الجودة في التعليم، لا الحكمة ولا في تدبير الموارد البشرية ولا في التدبير المالي ولا إلى آخره. إذن هذا مشكل كبير، مشكل شائك. اليوم خصنا نقبطوا ندققوا القانون الإطار نقطة بنقطة.